الجزائر اليوم تخنشل البراق المغربي، اخر ما كاين في الابداعات. اليوم الجزائر قال لك سيدي داروا لنا هاد التصويرات هادو ديال هاد التران هذا اللي سموه ال جي بي. انا نقول لكم هذا سموه دابا ال جي بي. دابا الدوله الوحيده في العالم اللي عندها ال جي بي هي المغرب. المغرب عنده لا لين ا غروند فيتاس، البراق هو الخط الفائق السرعه. فرنسا عندها التي جي في، لو تران ا غروند فيتاس، القطار الفائق السرعه. حنا عندنا الخط الفائق السرعه وهما عندهم القطار الفائق السرعه، وما عندهم التي جي في وحنا عندنا ال جي في. غنمشيو لاشين غادي نلقاو عندها الماغليف، غنمشيو لالمان غنلقاو عندهم اي سي او 3، غنمشيو للجابون غنلقاو عندهم شين كونسن، غنمشيو للبلدان اللي عندها الترينات الفائقه السرعه اللي كتمشي ب 320 و 360 الفوق. كاين الالمان، كاين الشينوا، كاين الجابون، كاين فرنسا، كاين المغرب، يعني دول قليله في العالم. المغرب اختار تسميه ال جي بي او لا البراق، جوج ديال التسميات. نط اليوم الجزائر بارطاجونا هاد التصويرات هادو، قال لك هذا التران ديال الصحراء سموه بحال المغرب ال جي في، يعني اون لين ا غراند فيتاس، يعني خط فائق السرعه. اللي بغى يتاكد يدخل يتاكد يقلب على الخط الفائق السرعه في كاين في العالم، كاين غير في المغرب. التسميه ديالنا هذه، التسميه ديالنا حنا ما عندناش تي جي في، عندنا ال جي في. نادو قلت لك هما خنشلوا دابا السميه وداروا لنا هاد التران هذا. دابا انا ملي قلت يمكن ماشي مشكل يديو السميه الدنيانيه، ولكن الملاحظ هو انه هاد التران ما كيمشي بالضو، ما عنده انستالاسيون ديال الضو، ما كاين شي حاجه عندها علاقه بالضو. ما عرفتش واش كيمشي بالطاقة الشمسية ولا بالريحية ولا الغازية. دابا أنا أتساءل هاد ال جي بي اللي كيهضرو عليه فين هو الضو ديالو؟ شحال من فيتيس كيمشي؟ المغرب عنده بالضو كيمشي ما بين 320 و 360 كيلومتر في الساعة، وكنسميوه خط فائق السرعة. جات معانا راه إيفيكتيفمون خط فائق السرعة، 360 كيلومتر راه خط فائق السرعة. ولكن هاد التسميه اللي سماو اليوم الدوله الجزائريه وزاره النقل في الجزائر اللي سماتو ال جي بي، السؤال هو بشحال من كيلومتر كيمشي؟ علاش بالضبط سميتيه ال جي بي؟ علاش ما سميتيهش مثلا سميه اخرى؟ علاش مشيتي لديك التسميه ديال المغرب؟ ما عندناش مشكل تسمي اللي بغيتي، ولكن احنا تلا سمينا ال جي بي راه كيمشي ب 360 كيلومتر، راك كضرب الرباط، الرباط طنجة في ساعة و20 دقيقة، ساعة و10 ديال الدقائق. علاش سميتي ال جي بي؟ وفين هي الانستالاسيون ديال الضو ديالو؟ هذا راه قال لك قطار ديال الصحراء. الصحراء فيها شي ضو؟ في الجزائر، اما الصحراء المغرب راه فيها الضو. الصحراء واش فيها شي ضو؟ واللي عنده شي جواب يجاوبني. المهم هادشي ما يمنعش انه نقولوا للدولة الجزائرية الشقيقة مبروك عليك ال جي بي، يدخل عليك بالصحيحة والعافية بإذن الله. غهو ديروا له الضو باش يولي يمشي بحال ترانات عباد الله، حيت بان لي هذا الى ديمارا من الجزائر العاصمه ما يوصل حتى من راست على 5 ايام ولا 6 ايام. تحياتي.